مسعود وأمان الله شقيقان يصطحبان عمهما إلى محل بيع ألعاب الأطفال، يصلان المحل فيلتقطان لعبا حربية ويفحصانها تفحصا دقيقا يدل على توقهما وشوقهما، ثم يفحصان أخرى إلى أن يختارا واحدة. العم يعرض عليهما بدائل ولكنهما يرفضانها رفضا تاما، مصران على شراء ألعاب حربية لا غير. حين نذهب مع أطفالنا إلى دكان بيع ألعاب الأطفال، الأطفال يختارون هذه اللعبة الحربية، كما تكون بأيديهم ألعاب على شكل قنابل يدوية تحدث أصواتا مزعجة. الآباء يلقون باللائمة على الحكومة الأفغانية، مضيفين أنها مسؤولية الحكومة أن تمنع استيراد هذه الألعاب الحربية التي تقود الأطفال إلى العنف، ولكن أسواق كابولا تعج بها دون حسيب أو رقيب. جميع زملائنا يلعبون بهذه الأسلحة ونحن نلعب بها أيضاً. أصحاب المحلات التجارية والشركات المتخصصة بصناعة هذه الألعاب يصرون على تسويقها واستيرادها، مبررين ذلك بأن زبائنها كثيرون وأن الربح مضاعف. الأطفال يفضلون اللعب الحربية عن غيرها وهي موجودة بكثرة. على الرغم من تأثير هذه اللعب السلبية على الأطفال، فإن القانون الأفغاني التجاري لا ينص على منع استيرادها وتسويقها. الآباء يلقون باللائمة على الحكومة الأفغانية، متهمين الشركات المتخصصة بصناعة هذه اللعب وتصديرها إلى أفغانستان لأهداف، واصفين إياها بأنها أهداف تحريضية سلبية. عبد العناذر، العربية، كابول.